السلام عليكم يا حسام. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، عليكم حياك الله يا السلام. حسام، تفضل أخي. الله يخليك، الله يبارك فيك شيخ. تفضل أخي، ألو، تفضل تفضل، نسمعك، تعال سؤال. هواء. إذا كان سؤال شيخ، تفضل أخي، تفضل نسمعك. كيف يا التدبر بآيات القرآن الكريم؟ كيف يكون التدبر؟ نعم، وهذا موضوع الحلقة، أنت اسمع الحلقة كاملة إن شاء الله وستجد الإجابة، وهو موضوع كبير لذلك قد يستغرق حلقتين، وسنشرك معنا عدد كبير من الضيوف. جزاك الله خير يا حسام. وعدتكم قبل قليل بمقطع بصوت الشيخ محمد أيوب من الحرم النبوي، يعني أنا أريد أعرض المقطع والمداخلات تمنعنا من عرض المقطع. طيب، أخذ هذه المداخلة أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نتعرف عليك. عبد الغني محمد من الشارقة. حياك الله أخي عبد الغني، تفضل. الله يبارك فيك يا رب. حقيقة أحببت أن أول شيء جزاكم الله خير، وجزاك أنتم وكل من يعني يهتم بكتاب الله، جزاك الله خير، جزاء إذا يكون في خير الدنيا والآخرة إن شاء الله. نعم، أن هذا أعظم كتاب الله أكرمنا به. نعم. والذي يهتم بكتاب الله هو إن شاء الله في الدنيا، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الماهر في القرآن مع الكرام السفر البررة. فهنيئا لكل من يهتم بكتاب الله. التدبر مسألة عظيمة، وأني أحب سورة في كتاب الله أدعو نفسي وأخواني الذين يستمعون إلى التدبر فيها. طيب، لو سمعت لي أن شيء بسيط منها ممكن؟ نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. هذه السورة أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقرأها والمشاهدون والمستمعون، وأن يتفكروا فيها وعظمة جلال الله وعظمة عطاء الله، وكيف أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أنزل هذه السورة العظيمة بعد ذلك تكذيب في آيات الله. لا نكذب بآلائك يا الله. جزاك الله خير أخي عبد الغني، مداخلة قيمة جدا، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن ينفع بهذه المداخلة. حقيقة عندي مداخلات كثيرة، لكني وعدتكم باستضافة الشيخ محمد البراك من دولة الكويت، هذا القارئ المحبوب صاحب الصوت العذب. شيخ محمد، أرحب بك في ترانيم قرآنية. حياك الله شيخ الأهداد، وحيا الله المستمعين، وحيا الله المشاهدين، وأرحب بفضيلة الشيخ الضيف، وأسأل الله أن يجعل هذا عملكم في ميزان حسناته. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. حقيقة أنا أتمنى من إخوة أصحاب المداخلات أن حقيقة يعني يمهلوا الشيخ، حقيقة كثير من الإخوة طلبوا منا استضافة الشيخ، ونستغل هذه الدقائق مع الشيخ محمد البراك صاحب الصوت الجميل والمداخلات لعلنا نرجئها قليلا. أنا قبل أن نبدأ الحوار مع الشيخ محمد البراك، دعوني أسمعكم مقطع بصوت الشيخ محمد البراك أيام زمان لما كان طفلا صغيرا. نستمع إلى هذا المقطع ثم نبدأ الحوار مع ضيفنا فضيلة الشيخ القارئ محمد البراك. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة
ونزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الشيخ محمد البراك طيب الله أنفاسك. شيخ محمد تذكر هذه التلاوة كم كان عمرك فيها؟ هذه كانت التلاوة في سنة 94. كم كان عمرك فيها تقريبا؟ تقريبا كان عمري 13 سنة. الآن عمرك كم شيخ محمد؟ والآن 29 ما شاء الله. طيب قبل أن نبدأ الحوار معك حقيقة أنا أبارك لأخي فضيلة الشيخ محمد البراك حصوله على درجة الماجستير قبل أيام معدودة، سأل الله عز وجل أن يعينه حتى يكمل الدكتوراه. الشيخ محمد لا أخفيك سرا، أنا كل ما أستمع إلى تلاواتك أيام زمان لما كنت طفلا صغيرا حقيقة أتعجب كثيرا. معروف الطفل الصغير قد يمتاز بصوت جميل، قد يمتاز بحافظة قوية، الكبير عنده موضوع الفهم، التدبر، التأمل. التدبر والتأمل غير موجود عند الصغار، الصغير حسبه أن يحفظ حتى لو ما عرف المعاني. حقيقة أنا أتعجب لما أستمع إلى تلاواتك القديمة وأنت لا تزال طفل صغير، يعني 10 سنوات 11 سنة 12 سنة، وتتفاعل مع الآيات وكأنك شخص كبير عمره 40 50 سنة تستشعر الآيات تماما. السر في ذلك ما هو شيخ محمد البراك؟ أولا أشكر يعني فضيلة الشيخ على هذه الاستضافة وهذا السؤال. يعني طبعا قراءة القرآن لا فرق بين كبير وصغير، نعم، إذا كان الإنسان عرف التدبر وعرف معاني التفسير وجعل نصب عينيه رضا الله سبحانه وتعالى وتدبر هذه الآيات فالإنسان لا تفرق معه سواء كان صغيرا أو كبيرا. نعم. الآيات المعروفة سبحان الله، يعني مثلا هذه الآيات اللي قرأناها قبل قليل، فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين، هذه الآيات حتى صغار السن يعرفونها 11 12 سنة، أن الإنسان يجب أن يعمل الصالحات ويجب أن يعمل من الطاعات لكي يكون من أصحاب اليمين. وسبحان الله حفظ الإنسان في الصغر يعينه على طاعة الرحمن ويجعل بين نصب عينيه طريق الصواب وطريق الحق. فالإنسان عندما يقرأ هذه الآيات ويستشعر بها وخلفه من خلفه من الصلاة وهم يتأثرون، فلا بد أن يجعل تقوى الله وأن تنزل دمعته أمام هذه القراءة للقرآن. نعم. أي نعم. الشيخ محمد في أي عمر بدأت أم المصلين؟ أول ما بدأت في سنة الغزو يعني في احتلال الكويت كانت بداية الأذان. الأذان. أي نعم كانت بداية الأذان، وطبعا كان في بعض الاعتراضات من بعض الناس أن هذا صغير السن وكيف أنه يؤذن، ولكن الحمد لله يعني عندما أسمع الصوت يعني كان عمرك تقريب 9 سنوات شيخ محمد؟ 9 سنوات. أي نعم. نعم. وبدأت الصلاة في 10 سنوات ونصف في البيت في المسجد المجاور لبيتنا. نعم. وفي تقريبا 13 سنة في سنة 93 بدأت أول صلاة في المسجد الكبير. التراويح أول تراويح أميتها في أي عمر كنت شيخ محمد؟ كنت في عمر 10 سنوات ونصف. 10 ونصف ما شاء الله. وكانت بدايتها في الشفع والوتر. طيب شيخ محمد عودت نفسك منذ صغر على أنه تقرأ القراءة قراءة غير عادية، تتفاعل مع الآيات؟ طبعا طبيعي شيخ، وأنا نعم. عندما كنت صغيرا يعني كنت حريص السماع على بعض المشايخ. نعم. وكنت متأثر جدا بالشيخ أحمد العجمي والشيخ محمد المحيسني. نعم. والشيخ عبد الرحمن السديس إلى أن تكونت. نعم. بعض القراءة وأصبحت للقراءة. الشيخ محمد من كان يزرع فيك هذه المعاني؟ كيف شيخ؟ من كان يزرع فيك هذه المعاني أنه لما تقرأ لا تقرأ قراءة سرد كأقرانك من الأطفال، حاول تستشعر الآيات، حاول تستشعر المعاني، حاول تردد بعض الآيات اللي فيها تحتاج إلى ترديد، تحتاج إلى تأمل، هذه المعاني من كان يزرعها فيك؟ يعني ما أعرف أنا، يعني حقيقة أنا لا أزال يعني مستغرب كثير كيف لطفل في هذا العمر، سأل الله عز وجل أن يبارك فيك شيخ محمد.